السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحب نشكر كل الشباب اللي جندوا طيلة هذه الحملة، وأنا أعتبر أن العمل اللي قاموا به هو عمل يعني يدل على شعورهم بالمواطنة ويدل على أهمية وعيهم باللحظة الراهنة. أنا اليوم نحب نتوجه لهم ونتوجه عبرهم لكل يعني أطياف الشعب، باش نقول لهم هذه الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، كانت حرة ويجب أن تكون نزيهة. إيش معناها نزيهة؟ أنه لا يجب ترك مجال للتزوير، لأنه للأسف الشديد وقعت كثير من محاولات التزوير ونحن قدمنا بها طعونات، ونحن نعلم أن الطرف الآخر في جزء منه لا يريد احترام اللعبة، وأن هناك لا قدر الله بعض الأطراف التي ما زالت مصرة على العادات القديمة للتزوير. ولذلك فأنني أقول لكم يا شباب تونس، امنعوا التزوير، امنعوا التزوير، امنعوا التزوير، يعني كونوا في كل المراكز، وخاصة أنا أتوجه للملاحظين، كونوا في كل المراكز، لا تتركوا هذه المراكز الانتخابية لحظة واحدا، كونوا على أتم الحذر، وثقوا أي مخالفة، لا تمضوا على أي شيء إن لم يكن هناك يعني وضوح كامل في الرؤية متاعكم، لأنه بهذه العملية بمنع التزوير فأننا سننتصر بإذن الله، لأنني اليوم على ثقة أن هناك يعني دعم وزخم شعبي كبير ظهر في هذه المرحلة، وأن بدون تزوير لا يمكن للطرف الآخر أن يعني أن يهزمنا، وإذا هزمنا فليكن بدون تزوير، لكن التزوير ممنوع، التزوير ممنوع. ولذلك فأنني أطلب منكم يا شباب تونس، يا أهل تونس، أن تتجندوا لكي تكون هذه الانتخابات نزيهة 100%، وأن لا يستطيع أحدا أن يشكك فيها، ولينتصر من ينتصر، لكن لتنتصر النزاهة، لتنتصر النظافة، لتنتصر الديمقراطية. لا مجال لأن يكون لنا رئيس يعني يمر بأي شكل من أشكال التزوير. إذن هذه مهمتكم اليوم، وهي مهمة رئيسية. اليوم الأخير هو اليوم الفاصل، كونوا متجندين 24 ساعة على 24 ساعة، وإن شاء الله ننتصر أو ننتصر.